إيران تؤكد صحة المعلومات الاستخباراتية التي أعلنها البيت الأبيض بتراجع مخزون الأسلحة الروسية جراء حربها في أوكرانيا. فبحسب تلك المعلومات تتجه موسكو لشراء مئات المسيرات الإيرانية، وأن جنود الروس في طريقهم إلى إيران للتدرب على استخدامها. اعتبر محللون عسكريون أن الخطوة تدل على يأس موسكو وتراجع الخيارات المطروحة أمامها. فبحسب البوليتيكو، خسرت القوات الروسية معظم مخزونها من المسيرات بسبب صواريخ أرض جو التي تستخدمها القوات الأوكرانية، مؤكدة أن قدرات روسيا في تصنيع مسيرات بديلة ضعيفة جداً. أما بالنسبة للتوجه لإيران، فترى واشنطن بوست أن روسيا لم يعد لديها حلفاء مستعدين للتدخل في حربها سوى الإيرانيين. وتضيف بأن إيران خلال السنوات الماضية استطاعت أن تطور برنامج مسيرات متقدم، ما يسمح لها بأن تزود قوى عسكرية كبرى كروسيا بهذه القدرات. تفيد توقعات الخبراء أن تكون تلك المسيرات من طراز شاهد 129 المتطورة. فهذا النوع من المسيرات قادر على حمل عدة صواريخ ذكية بالإضافة إلى صواريخ مضادة للمدرعات في آن واحد، إضافة إلى قدرتها على القيام بمهام المراقبة والرصد وتدمير الأهداف المرصودة بدقة. أما عن قدراتها الجوية، فهي تنافس المسيرات الأمريكية الصنع مثل MQ-1 بريديتر، وتستطيع القيام بمهمات تحليق لمدة 24 ساعة ولمدى يصل إلى 1700 كيلومتر. فما تأثير مسيرات شاهد على مسارات الغزو الروسي لأوكرانيا؟